في شكر. أيضا في خبر قبل ما اطلع فاصل عن حفلة لعبدة الشيطان، نقابة المهن الموسيقية. انتوا عارفين النقيب هاني شاكر كان أخذ موقفا انه لن يسمح أبدا باسم الموسيقى انه يكون فيه ابتذال او يكون فيه انحراف عن مقاصدها وعن أهدافها اللي بتسمو بالنفوس وتهذب الوجدان. ففي حفلة كانت هتقام في وسط البلد في ملهى ليلي، وعلى الفور نقابة الموسيقيين أخذت موقفا. وهنا المهم انه حتى الشبكة اللي بيتكلموا عنها، يعني ما اعرفش، هي فيها 4 عازفين: مصري وامريكاني وبحريني وقطري. المشاهد اللي احنا شايفينها على الشاشة دي حفلة هو نقابة الموسيقيين جالها انها، يعني ما اعرفش ازاي حددت عبدة الشيطان. هنسأل ده، هنحدد ده ونشوف في كل الاحوال اي صور للابتذال او الانحراف باسم الفن باسم الموسيقى يجب ان تقاوم. وده الحقيقة من اهم الادوار اللي بيقوم بها نقيب الموسيقيين امير الغناء العربي الاستاذ هاني شاكر، وهو معانا على الهاتف. يا استاذ هاني اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي، ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك يا استاذ هاني. ربنا يخليك يا حبيبي، وبشكر اهتمامك دايما. الله يخليك يا استاذ هاني، انت تستحق اكثر من ذلك. ربنا يخليك يا حبيبي. قول لي في الواقعه دي، يعني هنا انتوا طبعا يعني معاكم الضبطيه القضائيه دلوقتي، لكن في الواقعه دي جالكوا ازاي معلومات عنها؟ ويعني ايه عبدة شيطان، وتاكدتم من ذلك ازاي؟ هو يعني الدكتور علاء سلامه في النقابه رئيس لجنه الموارد جاله اخبار ان الحفله اوريدي موجوده، وازاي الناس غريب، وطبعا ما لهاش ترخيص ولا لها اي حاجه خالص. ما فيش تصريح ولا ترخيص خالص خالص خالص. مولة في بار في وسط البلد، في بار وسط البلد. يعني انا قلت له توجه لو سمحت يعني مباشره وشوف ايه الوضع عامل ازاي. كانت الحفله طبعا ابتدت بقالها فتره، وصور مجموعه من الصور، منهم طبعا بعض الصور اللي شفنا على ظهرهم علامه النجم الداوود، العلامه الماسونيه دي. وفي صور ثانيه على فكره لناس برضه عامله مكياج غريب كده. ف طبعا انا كلمت استاذ عبد الرحمن الصياد المستشار الاعلامي في النقابه، وتواصل مع الجهات الامنيه، وكان في وقت متاخر، واتصل بالسيد مدير امن القاهره، وعلى بال ما تم اتخاذ اللازم كانت الحفله خلصت. فاحنا عرفنا من امبارح ان في حفله تانية النهارده معموله في احد الاوتيلات في محافظه الجيزه. فتم التواصل امبارح بالليل برضه مع السيد مدير امن الجيزه مشكورا، وانا تسمح لي ان انا بشكرهم، السيد مدير امن القاهره والسيد مدير امن الجيزه، على سرعه التلبيه، وبعتنا الموضوع برمته في ايد الجهات الامنيه الحقيقه، يعني هي تتحقق اذا كان المكياج الغريب ده وراه ناس معينه، وراه تنظيم معين ولا. لكن هو في البدايه احنا الشكل العام والمنظر العام غير مريح اطلاقا، وكان لازم النقابه تاخد موقف. النهارده الحفله اتلغت يا استاذ وائل، يعني لما عرفوا انه في يعني العين عليهم زي ما بيقولوا او كده، الحفله اتلغت. لكن انا على حد علمي وعلى حد ما بلغت من دكتور علاء انه كان في حفله يوم 24 كمان، وحفله يوم 26. فطبعا هو الموضوع دلوقتي في ايد الجهات الامنيه، هي يعني طبعا هي بتتحقق اكيد من الكلام اللي طب هنا لو قالوا لك يا استاذ هاني، اصل انت عارف ده لما كانت اثيرت حتى ظاهره قضايا عبدة الشيطان، فقالوا ده عيال بتحب المزيكا وعندهم الهوس بالمزيكا الاجنبيه والمزيكا الصاخبه يعني. ايوه فهل دي مزيكا ولا انت تاكدت انه لا المساله فيها استخدام سيء للمزيكا؟ لا، اللي هيحدد ده الجهات الامنيه يا استاذ وائل، لكن انا من الصور اللي انا شايفه ده، وانه في حد امريكاني وحد قطري
دي جي، ودي جي مصري موجود في مصر، ودي جي بحريني، واعتقد يمكن حد تاني من فرنسا. الموضوع مش 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 مساله حفله كده او حب في هذه النوعيه من الاغاني. وما فيش تصريح ولا ترخيص ولا خالص خالص خالص. فاحنا عملنا اللي علينا، احنا كنقابه من حقنا ان احنا نوجه ونقدم يعني ما لدينا للجهات الامنيه، وهي في النهايه لها كل الحق انها تتحقق. انت حتى شوف الصوره اللي فاتت دي، العلامه الماسونيه اللي على الظهر دي، يعني الحقيقه في مناظر، وفي وناس عامله مكياج شكله غريب، ويعني مش عارف، يعني زي ما بقول لحضرتك انا يعني لما انت لقيت انها تثير الريبه والشكوك بالظبط كده. يعني انا احساسي الشخصي، انا كمصري عادي وكفنان عادي، يعني انا بقول لحضرتك الموضوع مش مساله انه الناس بتعمل حفله او نوعيه المزيكا دي بتحب نوعيه المزيكا دي، لا، الموضوع الحقيقه كونه يتم في سريه والحمد لله انه اتعرف، وكونه يتم في اماكن غريبه برضه والحمد لله، وجنسيات مختلفه كده، جنسيات مختلفه بالظبط كده. فيعني انا عندي ثقه كبيره انه يعني الجهات الامنيه تقدر تحط ايديها على الموضوع طيب هو الضبطية القضائية هنا مش وزير العدل المستشار احمد الزين يعني اعطاكم الضبطية القضائية ولا لسه الموضوع فيه؟ لسه لا لسه لم تنفذ، لا ادانا الضبطية القضائية، لكن في بعض الاجراءات قبل، يعني بتتم بعض الموافقات قبل ما نعلن في الجريدة الرسمية انه فعلا النقابة بقى عندها الضبطية القضائية، لكن الموضوع لحد دلوقتي احنا خدنا الموافقة طبعا، لكن لسه الاجراءات او الموافقات الاخرى ما زالت لسه يعني بتتم. استاذ، والموضوع اللي حصل امبارح ده ما كانش له علاقه بالضبطيه القضائيه على فكره، احنا بلغنا، احنا شفنا الموضوع وبعت لي علاء الصور وكلمت عبد الرحمن من فضلك تواصل مع الساده المسؤولين وكلم الناس وتجاوبوا معانا، واحنا لا قبضنا على حد ولا خدنا حد على السجن ولا الكلام ده كله خالص، عشان الناس بس اللي بتبقى يعني مستنيه اي حاجه، يعني اي انتقاد للنقابه. يعني هو في كل الاحوال يعني مما يحسب لك مقاومه اي ابتذال او انحراف باسم الموسيقى، لانه الحقيقه الناس عايزه ده من كثره الابتذال. يعني استاذ هاني، عايز استغل حضرتك الموقف، كان في حوار مع الفنانه شيرين عبد الوهاب وقالت انا بأناشد نقيب الموسيقيين الاستاذ هاني شاكر، انا مستعده انا وغيري نعمل حفلات ما ناخدش فيها اي اجر ويخصص دخلها من اجل معاشات الفنانين والموسيقيين، يعني لانها بتقول المعاشات متدنيه جدا ولازم نقف جنب بعض. يعني لو في مبادرة من عدد كبير من الفنانين والفنانات اللي هم بيجيبوا دخل لو عملوا حفلات، يعني لماذا لا تتبناها النقابة بسرعة؟ يعني لا والله ليه لا، بالعكس أنا طبعا بشكر شيرين جدا على المبادرة الجميلة دي، والنقابة فعلا يعني تستطيع أنها تعمل حفلتين لصالح صندوق المعاشات ولصالح النقابة في السنة معفين من الضرائب، وممكن نرتب فعلا حاجه في بدايه الصيف اللي على طول الفتره اللي جايه دي مع اي حد تاني عنده استعداد للمشاركه، وانا برضو اول للمشاركين في هذه الحفلات، واعتقد ان فنانين كتير تتمنى انها تساعد النقابه، والناس كلها شايفه النهارده ان النقابه بتنهض وبتكبر وواقفه جنب الصغير قبل الكبير، وبتحمي البلد فعلا من اي طيار غريب ومن اي موسيقى غريبه ومن اي كلام غريب بيتقال في الاغاني ومن اي اداء غير محترم على المسرح، وانا اعتقد يعني ان ده وانت مصمم على اداء يعني هذه الرساله حتى لو حربت، لانه خلي بالك الفن الهابط مش سهل، عنده اسلحته وهيقاوم ومش هيسيبك برضه. والله ربنا يقوينا استاذ وائل، ربنا يقوينا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ما دام الواحد راضي ربنا سبحانه وتعالى وبيعمل ما في مصلحه بلده وما في مصلحه ولاد بلده، يعني انا لا اهتم ابدا باي كلام
فارغ ممكن يتقال ان شاء الله. الامير الغناء العربي نقيب الموسيقيين الاستاذ هاني شاكر.